يا أهلا بيكم. طبعا مفيش أمتع من هواية الصيد. طبعا هواية الصيد بتعطي للإنسان نشوة وبتعطيه متعة، وكمان يعني بتحسسه بمعنى المغامرة، وبتحسسه بأن الحياة لها معنى، لأن طبعا مفيش يعني شيء بيقتل الإنسان أكتر من الروتين والفراغ والملل. حتى كمان الدبان مش سايبنا في حالنا، والحر بقى شديد، وطبعا يعني حاجة صعبة. لكن طبعا لما الإنسان ينزل يصطاد بياخد قسط من الراحة، قسط من السكينة، بينعزل فيه عن مشاكله، فده طبعا بيخفف من توتر الإنسان. مش الهدف إن أنت تصطاد، إنما الهدف هو تأمل في الطبيعة، تأمل في المياه. يعني وانت نازل تصطاد مش الهدف ان انت تطلع سمك، انما الهدف ان انت بتعمل مغامرة، بتاخد قسط من الراحة، بتنعزل فيه عن المشاكل. فده طبعا بيكون عامل كبير جدا عشان يخلصك من التوتر ومن ضغوطات ومشاكل وهموم الحياة. فنشوف طبعا السعادة الغامرة اللي بتعطينا إياها موضوع يعني هواية الصيد، هواية رائعة جدا. بنحط بقى وانت ورزقك يعني، ففي نوع من أنواع التشويق. التشويق ده بيعطي للإنسان نشوة، وبيعطيه يعني انتظار، ويعني يعني بيعطيه كمان، بيعلمه الصبر. وانت بقى طبعا ورزقك، ها شوف الإثارة في حاجة كبيرة جاية طالعة اهي. شوف بقى اما نشوف رزقنا هيطلع ايه. الله 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 الله، حاجة كبيرة جدا وقمة النشوة والسعادة. ونشوف البسمة الغامرة. يعني فزت ورب الكعبة بهذه السمكة العملاقة، وان ما كانتش عملاقة قوي بس كويسة على قدنا. فدي بتعطينا سعادة غامرة جدا، وبتخفف من يعني همومنا. فأنا بدعو كل إنسان إن هو ينزل يصطاد ولو مرة مثلا في الأسبوع، مرة في الشهر. يعني ده يعني شيء جميل جدا وحاجة رائعة جدا، انسجامك مع الطبيعة والمياه الجارية والانعزال فترة عن الناس وانت بتصطاد. يعني مش هدفك ان انت تصطاد، الهدف ان انت تتأمل، الهدف ان انت تبعد عن الناس فترة، ما تقعدش بجوار حد، لان انت طبعا لو جلست بجوار حد بيصطاد هو هيطلع سمك وانت مش هتطلع سمك، فهتفضل بقى تقول ان يعني الهم بيجري ورايا وما بطلعش. فبدل ما تتخلص من الاكتئاب وتتخلص من الهم، الهم هيزيد عليك، وهتفضل بقى تلوم حظك وتقول الهم بيجري ورايا والمشاكل وانا حظي سيء. لا، الانسان عليه ان هو ينسجم مع الطبيعة. والسلام عليكم ورحمة الله.